بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم حاضرا متابعا لكل هذه الانطلاقات الجميلة. يا سلام يا سلام، شوطنا الثاني عشر أشواط الإضافية هنا بهذه الانطلاقات، هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة ما شاء الله. هناك المركز الأول شراغة، أحمد بن صالح بن أحمد بن خلف القبيسي من يقدم شراغة على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول. النقلة هناك على سلهودة، عبد الله بن سعيد بن عبد الله لمهيري حاضرا ثاني المراكز، وفي المركز الثالث الضبي عجيل بن مطر الضحاك الشامسي، وفي المركز الرابع ايضا اللي وصلت رابع المراكز هناك الحاضر ايضا والمتابعة انذار لحميد بن خليفة بن حميد الشامسي على خامس المراكز. هكذا كانت نتيجتنا، هكذا كان الوصف التفصيلي. شراقة ملهمة، وايضا هناك الاسامي مندوب وايضا شو بقول لك يدنا ولكن شراغة مع القبيسي أحمد بن صالح بن خلف. هالقبيسي أبناء العاصمة يبونه المركز الأول. سلهودة أيضا ثاني المراكز، عبد الله بن سعيد المهيري المركز الثالث، هناك اللي في المركز الثالث الضبي عجيل بن مطر الضحاك الشامسي وين خلني انظر الى المركز الاول، الى شراغة، الى مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن، تبارك الرحمن يا القبيسي. العاصمة ابو ظبي، عاصمة الخير، عاصمة النواميس، مع الرقم واحد القبيسي، مع المركز الاول القبيسي، احمد بن صالح بن احمد بن خلف القبيسي. سلام يا القبيسي، سلام يا ابو صالح، سلام الى العاصمه، سلام الى شراغه. شكرا على هذا الاداء الجميل. المركز الثاني عبد الله بن سعيد المهيري، المركز الثالث عجين مطر الضحاك الشامسي، المركز الرابع ايها الاخوه اللي في المركز الرابع راشد بن حمد بن علي بالاميه، المركز الخامس شعار حميد بن خليفه بن حميد بوسحر الشامسي. هكذا كانت نتيجتنا ايها الاخوه. دقيقتين 19 ثانيه 79 جزء من الثانيه. تهانينا والنمط.